أهلا وسهلا بالجميع. يا هلا يا هلا بالشيخ أبو أيمن. أول شيء نسوت الخير على وجهك. الله يبارك فيك. وهي العاطفة ودموع الحزن مقدرة مقدرة، أما قال أنت تحزن لمن يجب ألا تحزن عليه، الحكيم لا يحزن على حي أو ميت. إن الساكن في قلب كل إنسان أبدي ولا يموت، لم يكن وقت لم تكن فيه ولن يكون وقت لن تكون. كلنا عم نعيش تجربة الولادة والموت، كلنا عم نعيش هذه التجربة بهذا العالم اللي هو سجن للنفس. هذه التجربة النجاح فيها هو العمل الصالح، بيرفع طاقة النفس وتصير أهل لأنها تتخلص من قيد الجهل. نحن لما بنحزن على مريض، على خسارة، على مأساة أسرية، على سخرية الآخرين منا، لما بنحزن على فقد الأحباء، هي سببه بأنه كثير نحن امتدت أنفسنا بالعالم الخارجي. أما في عالم داخلي عم ينتظر منا أنه نتعرف عليه. فمشان هيك بتجي مصائب الحياة، بتجي الأمراض والحوادث والتنبيهات لتخلينا نرجع لذاتنا. وهي العودة هي اللي بيوصفوها الجنة. الجنة مش حالة زمنية بالمستقبل، الجنة هي عبارة عن حالة نمو بالوعي نتيجة تكرار الولادة موت ولادة موت. الآن هو الوقت إنه كلنا نقدر نحصل على هذه الصحوة، على هذه اليقظة. هذه الصحوة أو اليقظة هي مش وهم ولا تسكين ديني ولا عقائدي، هي حقيقة بيقدر يعيشها الإنسان، لأن الإنسان مخلوق في هذا العالم لأجل أن يكون سعيد. ما في سعادة بتدوم بالعالم الحسي، مهما امتلك من عقارات وممتلكات وأجمل الزيجات، مهما نجح الأبناء، لابد من منغصات بهذا العالم. السعادة التي تدوم هي سعادة الوعي. الوعي تأتى نتيجة تغذية شخصيتنا الداخلية. نحن كثير امتدينا بالشخصية الخارجية، امتدينا بالشهرة الاجتماعية وبالمهني وبالعلم، امتدينا حتى بالأبناء بالتربية وبالتعليم، امتدينا بالمعتقدات. آن الأوان بهذا المفصل الزمني الحساس، الآن في تسارع كثير كبير، فرصة نادرة لأجل محاسن القدر. ما في صدفة نجتمع اليوم بدار السلام بيوم 24/6/2022، بوابة طاقية لثالث مرة بتتكرر بهذا الشهر، رقم 6/6/6. 24 هو يعتبر 6، شهر 6 وال 2022 ثلاث اثنينات بتصير 6. مرينا فيها بنفس الشهر بيوم 6 بأول الشهر، بمنتصف الشهر بيوم 15، والآن نمر فيها. ولأجل محاسن القدر، الفجر اليوم شهدنا مع بعض التصوير حركة فلكية رائعة نادر ما بتحدث، اصطفاف 5 كواكب يروا بالعين المجرد مع الهلال، بصير 5 × 5 + 1 = 6. حتى كوكب نبتون وأورانوس بمنظار بينشافوا بنفس الاصطفاف. كان الساعة 5:05 للربع الصبح، حتى اعتبارا من الأربعة بدأوا يصطفوا اعتبارا من عطارد، ومرئي كان كوكب الزهرة، وبعدين الهلال، بعديه إجا كوكب المشتري، قبلي المشتري المريخ، بعدين المشتري، إجا بعديه زحل. لأول مرة من فترة طويلة بصير هذا الاصطفاف مع هذه البوابة الرقمية.
هلا خالبوابة الرقمية هاي كل شيء سر بالحياة. نحن مفكرين حالنا انه هذا هو وجودنا، الوجود الحسي. ما بيمثل شيء هذا الوجود الحسي اللي احنا بنحزن عليه. نحن من شعاع الضوء جسيمات الكتلة بالنسبة لفوتونات الطاقة بتمثل 1 من 10 مليون. نحن بالنسبة للوعي الروحي ما بنمثل شيء يذكر. فبالتالي كل شيء منشوفه الآن كان رقمي ولا إشارات فلكية ولا غيره، هي عبارة عن إشارات للعقل الباطن لتنبهنا عن شيء. بتقول الحكماء والمتنبئين كثير حكوا عن المفصل إنه الآن في فترة دقيقة وحساسة ليتطور الجنس البشري والدخول لما يسمى الأرض الجديدة، سماء جديدة، وعي جديد، أرض جديدة. الأرض الجديدة اللي عم ندخلها هو إنعكاس عن وعي بداخلنا. الوعي اللي بداخلنا ما بيتأتى ما دام عنا تعلقات محزنة، هذا الحزن سببه جهلنا بملكاتنا الروحية الداخلية، أو ما دام عنا ديون كارمية نأذي الآخرين أكان بالفكر بالشعور، عنا أعداء. الآن اليوم بالذات، اليوم بالذات يوم التسامح، إنه نسامح كل من أذانا. هل نستطيع؟ اليوم بالذات نعتذر عن أي إساءة أسأناها بحق الآخرين أكانت بالفكر بالقول بالعمل، نعتذر ولو بيننا وبين أنفسنا. اللي بيقدر رح يكون أهل للطاقة القادمة المتسارعة واللي عم تتسارع أكثر وأكثر، وموعودين بالسنة القادمة واللي بعديها بالوعي أن نقضي على موت الجهل. يبطل في حزن حتى الإشارات الواقعية للإنسان اللي بيتوفى بنعرف وين راح. ما في شيء بيفنى، ما في شيء بيروح. ما نفكر إنه إنسان مرض يعني مأساة، بالعكس المحن والبلايا التي بها تهذبت النفوس وبها صفت رحمة من رب العالمين. الوعي نقص على موت الجهل. الوعي شو مبانيها على موت الجهل؟ موت الجهل، الوعي يسبب موت الجهل. الموت هو ما معنى الموت بالحقيقة؟ هو الجهل. موت النفس بالجهل، حياة النفس بالمعرفة، هي بتصير حالة وعي. موت الجسد شيء آخر. موت الجسد وولادته هي عبارة عن شروط زمنية مكانية. النفس وكأن عالم آخر، النفس ملكات أخرى، مستويات، درجات، طبقات من الوعي. أقل ما يمكن أن نقول مثلا درجة النفس الأولى هي المادي، الطاقة المادية. الثانية هي الطاقة الكهرومغناطيسية، جسم الأثيري اللي هي بيصوروه بكاميرا كيرليان، هي أساس علوم الطب البديل والشفاء بيه. الجسم الثالث بالإنسان هو الجسم العاطفي أو الكوكبي. هذا من كثر ما هو وهمي، العاطفي مع الأسف وهمي محزن كثير. إنسان العاطفي قد نحن نفتخر بالأم اللي كثير عاطفية على أولادها، مع الأسف مع الأسف هاي عم بيكون سبب لتعاسة الأسرة. ليه؟ لأنه عم بتكون عم بتربيهم من مستوى محزن. أما في مستوى بالإنسان فوق العاطفي اللي هو العقل الشامل، العقل الشامل بيستوعب قضية الولادة والموت، بيستوعب قضية صدمة إنه عزيز لنا قد فقد بحادث فجأة. بيستوعب ليه؟ لأنه عنده الإنسان سعة بالوعي. بينما فجأة الإنسان يصير له شيء بينصدم إنسان العاطفة. فبالتالي نحن تربيتنا عم تكون عاطفية، وحتى معتقداتنا عاطفية. والعاطفي شيء ممدوح وحلو بالنسبة للمستويات المادية، أما بعد مطلوب الآن قفزي بهذا المفصل. ولك هالمناسبة كثير حلو اجتماعكم أكيد بقدر، والنسيان حتى شكله لعمو أيمن ما شاء الله حاسك شباب يعني، وكأنه بالرغم من هيك
في روح شبابية بداخله. قضية مهمة كثير. هلا دار السلام مش شخص أعمال الخيرية، هي عبارة عن تعاون، رسالة تعاون. وأساس المتعاونين بالمعسكرات الطبية من خلال معارفهم وشركات الأيوة دكتورة أيمن دكتورة لبني، يعني من خلف ما مات. حتى في اعتقادات إنه الولد اللي بيكون أعماله خيرة بيحرر من خلال جسمه الكوكب وهو مرتبط بالجسم الثالث مع أفراد العائلة، بيحرر الجميع. فأي إنسان بأي عائلة بيكون عم يعمل أعمال خيرة ومليحة، فيفترض أفراد العائلة عدوان كلها تنبسط فيه، يفترض الكل ينبسطوا إنه تشرفنا بوجود الحاضرين كلهم اكيد. يعني لا يعني في ملاحه كثير بس لقوه شديده كمان في الناس. دون دون الحاضر بنعرف طعم الحلم. اليوم هو يوم حلم. يا سيدي نحن سررنا بهذا اللقاء ونطمح من زمان نلتقي معك يا دكتور لنتعلم منك خبراتك. وهذا الشيء يعني هذا اللقاء مثل ما حكيت اكيد يشتغل هذا القدر مركب توالي الحوادث الاحداث، وان شاء الله بدنا نسالك اسئله كثير يعني.